الكل يعرف طبعا ان الاستثمار في المجال الرياضي هو احد الوسائل اللي بامكانها انها تحل كثير من العقوبات الماديه اللي تتعرض لها الانديه والاتحادات الرياضيه، ويعتبر الاستثمار مفتاح لتحقيق وتطوير الهيئات الرياضيه. لذلك صدر قرار من الهيئه العامه للرياضه اللي هو 143 على 2015 بالسماح للهيئات الرياضيه بعدد 30 طبعا نقول احنا ترخيص للاستثمار، وهناك دراسه كذلك بالنسبه لزياده هذه نقول التراخيص. ويعتبر هذا اعتقد شيء دعم كبير للهيئات الرياضيه منها الانديه اللي تعاني كذلك من امور ماديه او الاتحادات الرياضيه، وخاصه نقول احنا الانديه كذلك الخاصه. لذلك رات الهيئه انه يجب ان يكون هناك في سماح بتصوري لدخول الاستثمار، والاتحاد الكويتي لكرة القدم أحد الهيئات الرياضية اللي بإمكانها تستقل المساحات الموجودة عندها. وإحنا كذلك يعني بعد اجتماعات وبعد مفاوضات توصلنا أن تكون عندنا حنا مساحة كبيرة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن نستثمرها، وأعلننا حتى الآن يعني إحنا بالنسبة بشكل نقول إحنا بسيط، لكن راح يكون الإعلان الرسمي خلال الأسبوع القادم بالنسبة لتزويد جميع الشركات الأشخاص اللي يحبون طبعا يساهمون في هذا الاستثمار. ولا تنسى أن منطقة اللي فيها الاتحاد الكويتي لكرة القدم منطقة العدلية، منطقة بالعاصمة، منطقة بتصوري تجلب الكثير من الناس للتسوق او نقول احنا هناك عندنا جامع، هناك عندنا نقول احنا هيئات، كذلك عندنا كذلك نادي كاظمه، جماهير كثيره تمر. انا باعتقادي العدليه كمنطقه يجب ان نحقق فيها الاستثمار المادي اللي يعود بالمستقبل على اتحاد كره القدم ويسانده كذلك في اموره نقول احنا الماديه. نعم أستاذ سعد، هل لك أن تعطينا فكرة عن آلية هذا الاستثمار والأنشطة التي ستسمحون بوجودها وكذلك المساحة المسموح بها؟ طبعا المساحة هي 10,000 متر طابقية، يعني فيها عدة طوابق، لكن هناك لائحة وهناك قرار واعتقد موجود اللي يحب طبعا أن يكون هناك استثمار يعني بإمكانه يمر على الاتحاد ياخذ جميع المستندات والأوراق، وخاصة حتى التصميم اللي احنا صممناه راح اراويك اياه على الشاشة. هذا هو دار مدار الملعب ما عدا الجهة اللي راح يكون فيها مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لكن ما عدا الجهات اللي دار مدار الملعب اللي صوب مسجد الراشد والجهة الثانية والجهة كذلك اللي بجانب جمعية العدلية، لكن الجهة اللي فيها الاتحاد الكويتي ومبناه كذلك وإدارته هذه راح تكون خاصة لمبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم. من يريد أن يطلع ومن يريد أن يحاول يتعرف على الاستثمار بالنسبة للتراخيص والمحلات المسموح فيها هي موجودة عندنا، وبإمكانه أنه يكون يمر ويشوف كل هذا عندنا في الاتحاد. نعم، وهل هناك جدول زمني لتنفيذ هذا القرار؟ طبعا اكيد يعني خلال الفتره احنا اللي نتكلم عليها اكيد راح يتقدم في طبعا شركات افراد، ومن ثم دراسه طبعا هذه نقول احنا المواضيع، ومن ثم طبعا عرضها على لجنه الاستثمار، ومن ثم طبعا فتح المظاريف واختيار المناسب بالنسبة حق الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومستقبله من الجانب المادي، وأنا أعتقد حتى من جانب الأدبي، لأن يجب أن يكون هناك في التزام بالسنوات، التزام نقول إحنا باستغلال الأراضي المعمول فيها حسب ما تطلبه طبعا الهيئة العامة للرياضة، وعدم الخروج نقول احنا المنافي للاخلاق طبعا، وما لا نرضى احنا كذلك في الاتحاد الكويتي لكره القدم. نعم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس لجنة الاستثمار سعد الحوطي، شكرا جزيلا لك.